بيان سور باسكو علاش تعبت هذوك لي زاني لي سورتو اللي كنت فيهم في الامسيو كنت امبيسيون نتذكر نجي معك حوارات كنت داير هدف امامي هو نلتحق بالمنتخب الوطني مالوريزمون تشوف بصح كان اسمك في القائمه كان بليزير فوا اه واش قالوا لهم عليك؟ لحقوا لي ديسيرز باللي ناتاج كنت في لا ليست ومن بعد تتنحى واش قالوا لهم عليك؟ ما يقولوش ما يقدروش يقولوا عليا مي كاين عفايس خارجين على اطار تاع كره القدم عز عباس انت اسفوا عليهم واحد يكون في اوج عطاء وما تعطيلوش فرصه يعني شغل حرموني منها شو حارس ثاني لا بروفي ماشي كي عاد قدامنا هنايا لا بروفي يعني مانتربريز باللي حارس في المستوى وحارس يستاهل كان ضحيه ضحيه باش ما ندخلوش في نقولوا ضحيه خيارات فنيه بتاتر ضحيه تاع خيارات خلاف اكسترا سبورتيف ماشي ضحيه خلاف فين نقصوا كانوا حراس كانوا في البون دو توش يروحوا ليك ناسيونال اي فوالا الراس تدخلوا تحت يدو من يروح ليك واش انا نقول لك خالف واش انا نقول خلفيه غير رياضيه فوالا بون شانو شان جرون كلوب يا ناس جرون كلوب تحب نمشيو نعرفوا شويه نمشيو نو شانو شان بار اكزومبل هذوك مادام راه هنايا قدام شانو شان بار اكزومبل الحارس اللي كان عندنا في مقرى العميد طبعا حول عفوا نفتح بار اكزومبل الى 23 زون ممتاز با دوكا في وفاق سطيف حنا كان عندنا في مقرى دار موسم استثنائي اي بوي لاج عنده 23 سنه